صباح الخير عليكم من جديد مشاهدي الكرام، صباحكم فنجان قهوة ساخن يمدكم بالنشاط والحيوية. وإحنا من خلال برنامج قهوة الصباح نحاول نغير كذا، ونحاول قدر الإمكان أنه أيضا نطلب بكم إلى مختلف المحطات والفقرات. هذه المرة الانتقال ستكون من استوديو البرنامج إلى مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، حيث التظاهرة الثقافية من هناك مع المسقط الدولي للكتاب. التفاصيل فيما يتعلق بالفعاليات والمناشط ينقلها لنا الزميل أحمد بن محمد المعمري. صباحات الخير المشرق لك يا أحمد، ومباشرة من خلالك تطلعنا على تفاصيل هذه الفعاليات الحافلة والمناشط الجميلة هناك في معرض مسقط الدولي للكتاب. صباح الخير سيف، احنا تناولنا قهوتنا الصباحية قبل شوية في ركن ضيف الشرف محافظة جنوب الشرقية، كانت فنجان قهوة صباحي ثقافي وأيضا فيه إثراء فكري. سيف والمشاهدين الكرام، نحن نأخذكم كل مرة من مكان وكل مرة من زاوية من زوايا هذا المعرض، نحاول أن نركز ونسلط الضوء على مختلف الأركان المتميزة في معرض مسقط الدولي للكتاب. اليوم في هذه الوقفة إن شاء الله حديثنا راح يكون عن ركن الخاص بضيف الشرف محافظة جنوب الشرقية، وضيفنا الأستاذ عبد الله بن علي الفوري، هو رئيس لجنة الإعداد والتحضير في هذه في ضيف في الشرف بمحافظة الجنوب الشرقية. راح يطلعنا إن شاء الله عن مجموعة من الفعاليات والمناشط وأيضا هذه الأركان الجميلة والمميزة الموجودة في هذا المكان بالذات. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أحمد. حياك الله. احنا مباشرة أستاذ عبد الله كذا ندخل معاك، تحدثنا عن ضيف الشرف وعن هذه المشاركة وهذا الركن المميز والجميل والجاذب مع مدخل المعرض. نعم. شكرا لكم أخي العزيز على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على محافظة جنوب الشرقية، ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخة 26. في البداية طبعا يطيب لنا أن نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير للجنة الرئيسية على إتاحة هذه الفرصة لمحافظة جنوب الشرقية في أن تكون ضيف شرف معرض مسقط الدولي للكتاب. فور صدور التكليف الخاص باستضافة المحافظة، تم تشكيل العديد من اللجان لإنجاح هذه المشاركة. هناك لجنة الإعداد والتنظيم، هناك لجنة الفعاليات والبرامج، وهناك أيضا اللجنة الإعلامية، وكذلك لجنة أيضا الخدمات والجوانب اللوجستية. في حقيقة الأمر طبعا تم الاتفاق في البداية على تصميم ركن للمحافظة ضمن هذا المعرض، وعلى ضوء طبعا تم طرح مزايدة لأجل الوصول إلى تصميم يليق أيضا بمشاركة المحافظة. ولله الحمد تم اختيار هذا التصميم والذي يتضمن العديد من الأركان. هناك ركن الخاص بالتحف والآثار لإظهار الجوانب المشرقة والجوانب طبعا حقيقة التاريخية والجوانب طبعا الأدبية بمحافظة جنوب الشرقية بولاياتها الخمس. أيضا تم تخصيص ركن آخر لأيضا المخطوطات والوثائق أيضا التاريخية في المجالات أيضا المختلفة، وعلى ضوء أيضا تم إفراد ركن خاص لذلك، كما أيضا تم وضع أيضا ركن آخر للتنمية السياحية وأيضا الترويج السياحي للمحافظة من خلال أيضا وضع ركن خاص لذلك، وأيضا استهدف الترويج لمحافظة جنوب الشرقية. كذلك أيضا تم إنتاج العديد من الأفلام في هذا الجانب، وعلى رأس هذه الأفلام الفيلم الخاص بالاقتصاد الأزرق باعتبار الميزة النسبية لمحافظة جنوب الشرقية، سعيا لإبراز الجوانب الاستثمارية الواعدة بمحافظة جنوب الشرقية. أنت أيضا ما شاء الله استثمرتوا هذا التراث الثقافي والسياحي الجميل في الركن، من خلال ما شاهدنا أن الركن أيضا تصميمه يعني يتناسب والبيئة التي توجد فيها محافظة جنوب الشرقية. نعم، بلا شك كان طبعا الحرص يعني بارز من خلال طبعا الوقوف على تصميم يجمع بين الأصالة وأيضا الحداثة، وعلى ضوء طبعا تم الاتفاق على يعني إيجاد هذا التصميم وعلى مساحة 200 متر تقريبا من أيضا معرض مسقط الدولي للكتاب. هذا الركن طبعا يشهد العديد من الفعاليات أيضا كمشاركات أبنائنا الطلبة والطالبات لإبراز المواهب وإبراز أيضا الإبداعات الطلابية والابتكارات في مجالات طبعا المختلفة، سواء كانت الرسم أو الزخرفة أو الفنون أو كذلك الموسيقى أو كذلك أيضا الجوانب الخاصة بالروبوت وغيرها من أيضا جوانب يتم إبرازها وتسليط الضوء عليها طبعا خلال الفترة الصباحية ولوقت أيضا متأخر.
كذلك أيضا تم الاتفاق على أيضا وضع 35 فعالية تنوعت طبعا بين جلسات حوارية، بين أمسيات شعرية، بين أيضا ندوات، بين أيضا أماسي في هذا الجانب، سعيا طبعا أيضا لإبراز الجوانب طبعا التقليدية والجوانب أيضا السياحية والجوانب الاقتصادية بمحافظة جنوب الشرقية. أيضا لاحظت قبل ما نطلع على الهواء أستاذ عبد الله وإحنا نسولف في الجلسة الصباحية مع شرب فنجان القهوة الصوري، كنتوا تواكبوا يعني أيضا الأحداث اللي تصير، واليوم نحن نعيش ذكرى الإسراء والمعراج، وأيضا هناك تحضير أعتقد لفعالية قادمة حول هذه المناسبة وفي هذا الركن. نعم بإذن الله تعالى، طبعا حرص الإخوة حقيقة المنظمون لمشاركة المحافظة في أن يكون أيضا للمناسبات حقيقة التاريخية والمناسبات الدينية أيضا حضورها البارز. يوم 24 من فبراير احتفلنا بمناسبة يوم المعلم، وبإذن الله تعالى غدا سنحتفل أيضا بمناسبة الإسراء والمعراج من خلال أيضا إظهار الجانب حقيقة الديني والدروس المستفادة من أيضا الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمعراج به بإذن الله. جميل أنكم ما غفلتوا هذه المناسبات ومواكبتها في معرض مسقط الدولي للكتاب. أيضا بشكل سريع أستاذ عبد الله نتكلم عن أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الفترة القادمة لينظمها هذا الركن. نعم طبعا مثل ما أسلفت هناك حقيقة العديد من الجوانب الثقافية والجوانب أيضا حقيقة التاريخية والجوانب الاجتماعية التي يسلط عليها أو تسلط عليها طبعا محافظة جنوب الشرقية من خلال الفعاليات المختلفة. كذلك أيضا هناك مشاركات لأبنائنا الطلبة من خلال ركن الطفل أيضا في هذا الجانب، وبالتالي من خلال أيضا الطفل حكواتي أو من خلال أيضا الفعاليات المختلفة التي تستهدف أيضا إظهار الطلاب والارتقاء بقدراتهم بإذن الله تعالى. ما شاء الله عليكم، ونحن نشاهد أيضا خلفنا الفعاليات اللي تقام في هذا الركن. وعامر لو تعطي حتى صورة على المشاهدين للأماكن اللي موجودة في هذا الركن، وخاصة هناك يعني جلسات جميلة شعبية تعكس مظاهر هذا المعرض وتعكس أيضا البيئة التي تحدث عنها أو البيئة التي تعكس محافظة جنوب الشرقية. أيضا هناك أركان أخرى للفعاليات اللي تقام وتصاحب هذه الفعالية. نعم، ومن خلال يعني هذا اللقاء ومن خلال هذه الوقفة احنا تعرفنا على هذا المكان. شكرا لك أستاذ عبد الله. بارك الله فيكم أخي العزيز، وأهلا وسهلا بكم في زيارة ركن المحافظة بمعرض مسقط الدولي للكتاب. شكرا لك، وأيضا شكرا لكم مشاهدينا. نحن نحاول ننقلكم كل يوم في مكان وركن آخر من أركان هذا المعرض، ونعود إلى زميلنا سيف في الاستوديو، والعودة إليك سيف. مستمتعون جدا يا أحمد بتقوالك في مختلف الزوايا هناك في معرض مسقط الدولي للكتاب، حيث الثراء الفكري المميز. شكرا لك، وشكرا كذلك لضيفك الكريم الزميل العزيز أحمد بن محمد المعمري. إذن مشاهدينا الكرام، كان معنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. الآن ننتقل بكم إلى فاصل قصير، بعده مباشرة الانتقال القادمة ستكون إلى الزميل سلطان العامري في فقرة أشخاص ذوي الإعاقة. فأطيب الأوقات نرجوها لكم.